أعلن موقع توتو ميركاتو الإيطالي يوم الخميس عن رغبة إدارة نادي غرناطة الإسباني في التعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز متوسط ميدان نادي ليستر سيتي الإنجليزي، وهذا بهدف تعويض مواطنه ياسين إبراهيم الذي رسم التحاقه بنادي بورتو البرتغالي. محرز الذي اكتفى بمشاركة وحيدة في مونديال البرازيل مع المنتخب الجزائري أمام نظيره البلجيكي، كان قد تألق بشكل ملفت للانتباه بألوان نادي ليستر في الدرجة الثانية الإنجليزية في النصف الثاني من الموسم، مساهما بشكل فعال في صعوده إلى دور الأضواء بريمير ليج. ولا يعتبر نادي غرناطة الفريق الإسباني الوحيد الذي أبدى اهتمامه بخدمات وسط ميدان السابق لنادي لوهافر الفرنسي، بل أكدت تقارير إعلامية في وقت سابق أنه يوجد في دائرة اهتمامات نادي ليفونتي الإسباني أيضاً.